طيب افضل لاعب في مصر، افضل لاعب في العالم، افضل لاعب في الكوكب. احنا بقى عندنا افضل لاعب في دوري اسمه دوري مراكز الشباب. ركز معايا، في دوري اسمه في مصر مراكز الشباب لو حضرتك ما تعرفش، وفي افضل لاعب في هذا الدوري. افضل لاعب في هذا الدوري هيسافر الى فرنسا لقضاء فتره معايشه مع نادي بيسيا، ده نادي فرنسي موجود في دوري الدرجه الثانيه في فرنسا، تاسس عام 1905، وده نادي من الانديه العريقه قبل كده، وكسب كاس فرنسا قبل كده عام 1980، وخرج منه مايكل إسيان طبعا النجم الغاني الكبير، والكاميروني ألكسندر سونج، أسماء عظيمة جدا خرجت من هذا النادي. وفكرة يبقى عندنا دوري مراكز الشباب، تمام، دوري مراكز الشباب بيطلع لنا لاعب موجود في أوروبا، فتحية لوزارة الشباب والرياضة على هذه الخطوة، وتحية طبعا للاعب نفسه اللي اسمه محمد عاطف، اللي بإذن الله يبقى موجود ومكمل في الدوري الفرنسي او مكمل في اوروبا، ويبقى واحد من اللاعبين اللي يفيد الكره المصريه. هو من محافظه الخارجه بمحافظه الوادي المركز الخارجه بمحافظه الوادي الجديد، وهو اللي خد افضل لاعب في دوري مراكز الشباب عن الموسم الماضي. هيسافر باذن الله فرنسا لقضاء فتره المعايشه مع نادي بيسيا، وباذن الله يعمل شغل عظيم جدا. طيب ايه الحكايه بقى؟ النهارده وزاره الشباب والرياضه اعلنت عن سفر محمد عاطف الى فرنسا، ده تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرعاية المتكاملة للمواهب. حقيقي هقول لك حاجة بصراحة، وهقول لك حاجة بصراحة، الدولة بكل أجهزتها بكل العاملين فيها بتدفع جدا لفكرة إن احنا نبحث عن مواهب. شفنا ده في دوري مركز الشباب والرياضة، دوري مراكز الشباب والرياضة، عفوا مراكز الشباب، شفنا ده في برنامج الكابيتانو، شفنا ده بشكل واضح. ده مين اللي بيعمله؟ الدولة بأجهزتها. بس الدولة برضو دي هو اتحاد الكورة، دور اتحاد الكورة ان هو كمان يشد معانا. بس الدولة في منطقة تانية خالص، في منطقة ما كانتش متشافة، اللي تحت بقى. عارفين دايما لما كنا بنتكلم على ان الكورة يا جماعة مش موجودة في القاهرة، مش موجودة في أهلي وزمالك والأندية اللي موجودة في القاهرة، الكرة تحت في الأرياف وفي القرى هتلاقوا النجوم وهتلاقوا المواهب. شفت احنا الموهبة اللي رايحة فرنسا دي جاية من الوادي الجديد. بس اللي يدور واللي يتعب، وده اللي عملته وزارة الشباب والرياضة مع مراكز الشباب، وحاجة رائعة جدا. اللاعب هيروح فترة معايشة وهيجري قياسات واختبارات لمدة أسبوع في النادي الفرنسي، إن شاء الله لما يجتازها هيتم إجراء الفحوصات الطبية عليه ويتعمل معاه تدريبات متخصصة لمدة أسبوع، إن شاء الله بإذن الله الأمور تبقى جيدة بالنسبة له، يخش تدريبات فريق بيسيا الفرنسي لمدة 4 أيام، وبعد كده لو نجحت هذه المرحلة هيتم التعاقد معه عبر القنوات الرسمية. طيب عشان نعرف عن الموضوع ده أكتر، عن الإنجاز ده أكتر، معانا على الهاتف الآن اللي بقى نجم اهو، اللي بقى نجم خلاص، ده طلع على فرنسا زيه زي كل اللاعبين المحترفين في مصر، افضل لاعب في دوري مراكز الشباب محمد عاطف، لاعب مركز شباب الخارجه بمحافظه الوادي الجديد. محمد مشرف ومنور، وبهنيك مليون مبروك على جائزه افضل لاعب وعلى السفر لفرنسا. حبيبي استاذ كريم، ربنا يخليك، الله يبارك في حضرتك يا رب. كله تمام؟ كله تمام والله. انا هجيب من الاخر، مش هجيب من الاول، وهنروح للاول بس من الاخر كده. لما جالك الخبر ده انك هتطلع فتره معايشه في نادي عريق في فرنسا له اسمه في فرنسا، تلقيت هذا الخبر ازاي؟ لا الواحد مش عارف يقول ايه الصراحه، لكن اتصدمت، يعني اتصدمت، ويعني كانت صدمه كبيره جدا انك من دوري مراكز الشباب تجي لك فرصه انك تروح تلعب في نادي كبير زي ده. ف يعني اي حد هيجي له الخبر ده لازم هيتصدم، يعني هتصدم من الفرحه. اكيد هتصدم من الفرحه، ما كنتش مصدق في الاول. طيب محمد قولي بقى البدايه كانت ازاي، يعني ازاي اشتركت في دوري مراكز الشباب، ازاي تم اختيارك، احكي لي بقى من الاول للاخر كده عشان نشوف هذا الانجاز العظيم اللي وصلك في الاخر انك تروح فتره معايشه في فرنسا. والله احنا بدانا اول حاجه في البلد، انا ما كنتش عامل حساب اصلا ان انا هدخل، انا بلعب في نادي بترول اسيوط ممتاز به، وما كنتش عامل حسابي اصلا ان انا ادخل مراكز شباب.
في ناس اصرت يعني عندي في البلد ان انا اخش وفيها فرصه وانهم يشوفوك. وفي كنا سمعنا عن الخبر ده اللي هو فيه افضل لاعب وبتاع وخش ويمكن تكون فرصتك دي. هايل. دخلت في المشوار وبدات معاهم ماتشات واخدنا البطوله على مستوى المحافظه. وبعد كده بدانا التصفيات. بعد اول ماتش لعبناه في التصفيات على مستوى الجمهوريه نزلوا افضل 10 لاعبين على مستوى المراكز كلها. هايل. كنت انا من ضمنهم. هايل. بعد كده فضلنا نعدي ماتش ورا الثاني ماتش ورا الثاني. اعلنوا بعد كده عن افضل 3 لاعبين واتصدمت ان انا منهم يعني. ليه تصدم؟ بعديها على طول بدات واحده واحده بعد كده يبدا الكلام بتاع بداوا يكلموني اجهز الموضوع دخل في ايدك انت واللاعبين اللي معاك الاثنين الثانيين ركز وشد حيلك. يمكن انا الوحيد بس اللي وصلت منهم للنهائي الاثنين اللي كانوا معايا. هايل. الاثنين طلعوا من نص النهائي. انا بس اللي وصلت لنص النهائي. هايل. للنهائي. هايل. بس ولعبنا النهائي يعني كان في استاد القاهره يمكن اكيد كله سمع عنه. طبعا. وبعد البتاع انا بعد المباراه مباشره كنت مستني طبعا اعلان النتيجه. وصدمت فعلا يعني ما اقدرش اقول لك والله على الصدمه اللي انا خدتها. كانت فرحه كبيره جدا اول ما اعلنوا اسمي ان انا افضل لاعب في دوري مجلس الشباب ومسافر فتره معايشه. يعني كان خبر يعني مش عارف اقول لك ايه والله بس فعلا الواحد يعني فرح فرحه يمكن حتى بانت في التلفزيون والله. صح. محمد هو انت مركزك ايه وعندك كام سنه؟ انا بلي ميكر وهاف ليفت ولسه هم كمل 21 سنه. 21 سنه. هل بعد البطوله دي بطوله مراكز الشباب جالك عروض من انديه في مصر؟ حد اتكلم معاك؟ كان في كلام. ايوه كان في كلام. بس انت كنت مستني. طب هل انت كنت عارف ان انت هتروح فتره اختبارات في نادي في اوروبا لو خدت افضل لاعب؟ اتبلغت بده؟ انا اتبلغت بده قبلها فعلا. اتبلغت. وكنت عارف ان انت لو خدت افضل لاعب هتسافر بره. ايوه عشان كده حتى اي حد كان بيكلمني على اي نادي وبتاع انا مرتبط اصلا بنادي وماضي عقد مع نادي بترول اسيوط. تحت قياده المدرب هشام عبد المنعم فما كنتش اقدر اتكلم مع اي حد يعني غير لما اشوف الاول موضوع فتره المعايشه. ما اقدرش ادي اي حد كلمه. انت المفروض كده المفروض يا محمد هتسافر امتى؟ المفروض السفر بكره باذن الله. هتسافر بكره؟ باذن الله. قول لي بقى قول لي وانت راجل عندك 21 سنه دلوقتي وعمال تفكر وتحلم. قول لي وانت رايح تسافر وهتركب طيارتك رايح على فرنسا. قول لي كده اللي انت بتفكر فيه. عشان حاطط نفسي مكانك. يعني انا اول حاجه بفكر فيها ان انا يعني اللي هو مش رايح رحله. ايوه. يعني مش طالع فسحه كده يومين ولا اربع ايام وراجع. لا انا رايح هناك احقق حلم يعني ان شاء الله وحلم البلد كلها حلم المحافظه كلها. هايل. حفظ الوادي الجديد عامه يعني ومصر كلها ان شاء الله. هايل هايل. يعني انت رايح وان شاء الله ما ترجعش. ان شاء الله ترجع بقى وانت بتشارك مع المنتخب الوطني. ترجع وانت بتشارك مع المنتخب الوطني باذن الله. باذن الله باذن الله. بس انت رايح واخد قرارك ان شاء الله ده يعني. قرار انا مش رايح فسحه يعني. الله ينور عليك. ده كلام حلو قوي ومشجع جدا وان شاء الله باذن الله باذن الله اقول هنا خبر رسمي ان انت تعاقدت مع النادي باذن الله ان شاء الله باذن الله. كريم نفسك تبقى زي مين ان شاء الله في اوروبا؟ اكيد محمد صلاح. اكيد محمد صلاح. ان شاء الله اكون زي باذن الله باذن الله. مفيش حاجه على ربنا يعني. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. محمد عاطف بطل وافضل لاعب في دوري مراكز الشباب اللي هيحترف ان شاء الله او رايح فتره اختبار باذن الله في فرنسا غدا باذن الله يكون زي محمد صلاح ويبقى عندنا ألف محمد صلاح باذن الله يعني. بصراحه بصراحه يعني هو مش كلام اللي هو الكلام الجمل الجميله الحلوه اللذيذه بس لازم نشيد بالموقف او الخطوه عملتها وزاره الشباب والرياضه انها تعمل دوري مجلس الشباب وان يبقى في واحد من دوري مجلس الشباب دوت طالع اوروبا ولو لفتره اختبار ان شاء الله تبقى اكثر من ذلك الفتره اللي جايه. يا جماعه عارفين الجمله الشهيره قوي اللي هي بتاعت احنا شعب اكثر من 100 مليون مواطن طبيعي يبقى عندنا مواهب كتير؟ طبعا طبيعي يبقى عندنا مواهب كتير بس نفضل ندور عليها كل شويه. زمان كانت الناس بتروح للمواهب. زمان كانت الناس بتروح للمواهب. دلوقتي احنا بنستنى المواهب تجي لنا. لا زمان لما كانوا بييجوا يختاروا اللعيبه الاسماء الكبيره في تاريخ الكره المصريه كانوا يروحوا المحافظات ويروحوا الكره ويدوروا على مواهب. احنا دلوقتي ما بنستناش ده ما بنروحش. انا بتكلم على مستوى الانديه مش بتكلم على المستوى
الدوله او وزاره الشباب والرياضه متمثله في وزاره الشباب والرياضه، بتكلم على مستوى الانديه الكبيره في مصر او حتى مش الكبيره، ما بقتش تروح تدور على لاعبين، تستنى هم اللي يجوا يختبروا عندهم.